أمال أم الحاج؟ لا مؤاخذة، معلش يا أختي. أهلا أنت وهي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرفتي والله. أهلا، إزيك يا أمو زهرة؟ أخس عليكم، مش تيجوا تسلموا عليها؟ مش هي برضه زي أمكم؟ بعيد عنك، الذوق ما عداش عليهم. أنا كنت فاكراكم زي إخواتي. والله ما يستاهل. تعالي تعالي انت وهي، بصوا راس حماتي، اطلبوا منها تسامحكم. لا ابدا يا حاج، انا مش عايزه حد يبوس دماغي. المسامح كريم، انا كلها شويه وحمشي. يا سلام على الاخلاق، شايفين الذوق؟ يلا يلا انت وهي نجروا على فوق، وانتوا واقفين زهريه وسكينه كده. لا 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 يا حاج، حرام عليك، خليهم قاعدين معانا عشان كمان كلنا هنتغدى سوا. انتوا لسه شفتي مني حاجه؟ انتوا عيكم معايا غبره. سامعه يا حاج بتقول ايه علينا؟ ايه بتقول كل خير؟ قلت لهم يقعدوا يتغدوا معانا. شايفين قلبها طيب وصافي مش زيكم. ما تتحركوا تعملوا حاجه وانتوا واقفين زي قلتكم كده. روحوا حضروا لنا الغدا. زعلوا مني ولا ايه؟ يا سلام على طيبة قلبك يا زهرة. الله، ريحة الأكل اتجنن. انت عارفة ان انا بحب أكلك قوي، هاتي بتعلميني؟ ما تحمليش هم، انا هعلمك. انت عارفة ان انا بحب ريحة أكلك قوي، انت هتعلميني يعني؟ هعملك. انتوا تعبتوا قوي، بصي بقى روحي انت جهزي السفرة وانا هجيب لكم الأكل لحد هناك. انتوا واقفين ليه؟ يلا يا حليمه، يلا يا فهيم، اقعدوا اقعدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي يلا، حطي كده على رجليكي. الف هنا وشفا. خدي يا حبيبتي. بسم الله. احط لك ايه كمان؟ احط لك رز. هاتي رز كده وبطاطس. خدي يا حبيبتي، خدي الف هنا وشفا. مطرح ما يسر يمر يا ربي. يلا كفايه يا الف هنا وشفا. اللهم صل على النبي، شكل الاكل وريحته تجيب النفس. من هنا والشفا. خد يا ام، حطي الكوب ده. ايوه، اعرف لك يا حاج، انا عارفه انك انت بتحب الملوخيه. يا ساتر يا رب، الاكل كله شطه. يخرب بيوتكم يخرب بيوتكم، دي مش ملوخيه، دي شطه بالملوخيه. والله يا حاج ما حطينا حاجه زي دي في الاكل. انت حطيتي يا حليمه؟ والله انا ما حطيتش. امال مين يعني اللي حط؟ ما انتوا الاثنين اللي طابخين. اتفضلوا بقى دوقوا بقيه الاكل. نار في بقي، نار في بقي يا حاج. تقدروا بقى تفهموني اشمعنى النهارده بالذات عشان امي جايه؟ انتوا الاثنين عملتوا الحركات دي؟ عاجبك كده يا حاج؟ معلش يا حبيبتي، انا هقوم اكمل اكلي في بيتي. على رأي المثل، من خرج من داره تقل مقداره. خص عليك والله يكشفكوا. معلش يا حماتي، حقك عليا. يلا بينا يلا بينا زهرة، نقوم نتغدى بره. يلا بينا يا حاج. اما انتوا الاثنين بقى بجد ربنا يسامحكم، ده انا حتى قلت ان انتوا هتطولوا رقبتي قدام امي. يلا بينا يا حاج. يلا يلا. معلش، حسابكم بعدين. اقعدوا بقى، كل اللي انتوا طبختوه بلاها. الله يخليك. بلاها بتاعي. كله بقى، كله اللي انتوا طبختوه تهنوا بيه. قولي هي يخرب بيتها شو ملقونة. هما لسه شافوا مني حاجة؟ انا هطلع عينيهم. انتي فاكرة ان هما اللي حطوا الشطة في الاكل؟ لا انا اللي حطيتها، بس كنت خايفة عليكي قوي يا لا انا حابة اجيب من عند الحاتي اكل لي انا والحاج. طبعا هعمل حسابك وبعتهولك على البيت. لا سيبيني، انا هعملك تشكيله كويسه قوي. والحلو طبعا يا عينيا. ايه رايك في ام علي؟ هي دي اللي هتبعتي معاها الاكل؟ طب يا اختي زي بعضه. معلش، لا والنبي، انا عايزه بسبوسه وكنافه. على راي المثل، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. اسمعي، لو عندك فاكهه ابعتي. حلوة قوي كده.
طيب يا اختي، يا رب ما تحرم منك ابدا يا رب. سلميلي على الحاج. كل ده اكل مش كويس، ده عشان الكوليسترول. يا ساتر يا ساتر على عينك الوحشه. شفافة قوي حضرتك، بتوعي يا زهرة من قدام التلفزيون بنتفرج لك. بعد هيك المسرحية بتجنن، بتخليك تطقي من الضحك. بس أنا مش عايزة أضحك. أهو كده. أنتوا مش وراكم طبخ؟ يلا قوموا اطبخوا، ولا عايزين الحاج يجي ما يلاقيش أكل؟ يلا على المطبخ أنتوا الاتنين. إحنا خلصنا خلصنا طبيخ، لكن هنغور من وشك. أنا ماني طايقة أقعد ولا دقيقة واحدة معاك. تعالي تعالي يا حليمة عندي في اوضتي فوق نتفرج. ليش تقبريني شو؟ انا ما عندي تلفزيون باوضتي. يا اختي تعالي سلبي الهالي. لعلمكم بقى انا هقول الحاج يشيل التلفزيونات اللي عندكم دي، واضح انها مخسره اخلاقكم. انا مش فاهم مش فاهم انت طلعت لنا منين يا وليتي؟ قعدنا زي العمل الراضي. انتوا اللي بديتوا البدي اصلا. كان يوم اسود يوم الحج ما دخل المستشفى وشافك، كانت باطله ومحوله. يلا يلا نموت. يلا 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 يلا. ايه بطله المحوجه دي؟ كنت بتشتمني؟ مين؟ الدليفري يا حاج. طيب حط الحاجه على الباب بره. الحساب كام؟ 185 جنيه. طب 200 جنيه اهو، خلي الباقي عشانك. ها امسك. ليش يا حاج؟ ايه رايك في الاكل اللي انا طبخته لك النهارده؟ يجنن يا حبيبتي، نفسك في الاكل حاجه تانية خالص. بصراحه بقى انا بعد كده مش هاكل غير من ايدك، من هنا والشفا يا حبيبتي. ايه ده، كفايه بقى انا شبعت، هاخد دي وبس. طب اجيب لك ايه غير التفاح؟ هو مين المفروض ياكل التاني؟ انا مش عايزك تتعبي نفسك، انا عايزك تريحي خالص. انا تحت امرك، انت بس تشاوري وانا من عينيا الاثنين. اعتبريني الجن بتاع خاتم سليمان. افهم يلزم خدمة؟ شش بطي حسك حليم هتسمعنا. ليه هو في ايه؟ كنت عايزة اتكلم معاكي في موضوع مهم قوي قبل الحاج. انا بصراحة مش مستريحة ليك، انت عايزة ايه؟ عايزة مصلحتك يا عبيطة. نتكلم في الأوضة عندك ولا في الأوضة عندي؟ نتكلم عندك ليه؟ نتكلم عندي وقتي على راسك ريشة؟ لا خالص تعالي. لا مش عايزة اشرب منك حاجة. لا والنبي لازم تشربي عليك. هو انت مصممة ليه؟ انت عايزة تسميني ولا ايه؟ اقصى عليكي طبعا. اكيد الست اللي اسمها حليمة دي ملاكي من ناحيتي، حكم الست دي بتقبل العم ولا تقبلنيش. ده الحاج قال عليها كلام قد كده. بيقول عليها ايه؟ لا بلاش بقى يا اختي، احسن بعدين تروحي تقولي لها وتعمل مشاكل مع الحاج. لا لا صدقيني مش هجيب سيره. قولي لي قال عليها ايه؟ قال عليها انها ست غلاويه وانانيه ما بتحبش غير نفسها، وانها بتاعت مشاكل. مش زيك انتي طيبه وحنينه. لعلمك هو بيحبك اكتر واحده فينا. بسبتك الحاج قال عليها كده؟ امال انا كذابه يعني؟ الحاج عندك اسالي. انت عارفه لما كنا في الحج كان يديني فلوس ويقول لي اشتري اغلى حاجه لفهيمه واولادها. انا كمان حوشت فلوس وجبت لك هديه حلوه قوي، بس يا رب تعجبك. استني يجنب. بصي ايه رايك؟ قوليلي. الله ذوق يجنن. انت اللي جبتهولي يا زهره؟ اه والله العظيم انا حتى قلت مش هيليق على حد في الدنيا غير على فهيمه بس. تسلمي لي يا حبيبتي. اوعي تقولي لحليمه ان انا جبتهولك. لو سالتك قولي ان انت اللي اشتريتيه، او قولي لها ان الحاج هو اللي جابهولك. اه هقول ان الحاج هو اللي جابهولي عشان افرسها.
انا كنت عايزه اقول لك على حاجه تانية بس خايفه احسن بعدين تزعلي. ايه؟ الحاج ناوي يبات الليله دي عند حليمه. ويبات عند حليمه ليه؟ اشمعنى هي؟ بصي والصبحيه لما يصحوا تقنع كل واحده فيهم ان انت طول الليل كنت نايم جنبها. طب ما هو لما يصحوا مش هيلاقوني نايم جنبه؟ هتقول لهم ان انت اضطريت تيجي عندي الصبحيه عشان تلحق تلبس وتنزل تروح الشغل. ايوه بس انت هتستفيدي ايه من ده كله؟ عايز ارضيهم واخدهم في صف يا حاج، مش عايزهم يفضلوا شايلين مني عشان انت اتجوزتني. ما يشيلوا ولا يتفرقوا. طب خلي واحده منهم بس تستجري تيجي جنبك تشوف هعمل معاها ايه. وليه بس كل المشاكل دي يا فرج؟ انا هاخدهم واحده واحده بالسياسه. هو انت يا حبيبي بقى فاضي الوجع الدماغ ده؟ المهم بعد ما تحط لهم منور تتسحب على لطيف رجليك واحده واحده تيجي عليا هنا. بصراحه بقى يا زهره انت عليك مخ ما شفتوش دماغ حد تاني. امال مخك انت ايه بقى يا حاج؟ بسم الله ما شاء الله، ما انت عملت فلوس ملايين قد كده من مخك. عارفه يا حبيبتي انا لو قابلتك وجوزتك قبل ريا وسكينه دول كنت عملت فلوس قد اللي عندي 100 مره. طب يلا يلا عشان ما تتاخرش. ايوه بس اوعي تتعشي من غيري. ها انا هتقل لهم العيار عشان يتخمدوا على طول. اخس عليك يا فرج، انا برضو اديني نفسي اكل من غيرك. اوعى انت بس لما تيجي تقل العيار في العصير وتسيبنا نام. فشر، انا عايزك صاحيه كده على طول. بس انت ادعي لي ربنا يوفقني في المهمه الصعبه دي ان شاء الله. يا حبيبي امسك هستناك على نار. بقول لك ايه، ما بلاش كده خلاص، انا خصمك وزعلان منك. لا خلاص خلاص ما اقدرش على زعلك. هاتي استعنا على الشقه بالله. المفروض يبعتولي جواب شكر. ماما ماما مش هتيجي تتفرجي معانا على الفيلم؟ لا يا حبيبتي اصلا تعبانه هنام. هتنامي هتنامي بدري قوي كده يا ماما. الله تعبانه بقولك هنام. امال انت بتتزوقي ليه يا حبيبتي؟ اصلا انا بعد ما اتزوقت لقيت نفسي تعبانه، قلت كل نومه وتمطيطه احسن من فرح تيطه. هنام هنام. في حاجه دي؟ اتفضل يلا. ماشي يا جميل. احلام سعيده يا ماما. تصبحي على خير يا ماما. حليمة حليمة حليمة، حلو قوي كده. تصبح على خير. مالك يا فهيم؟ يا لهوي مش عارفه. مالك يا حبيبتي؟ دايخه 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 دايخه. يا سلامتي سلامتك. الف سلام. لا لا تعالي مديدي على السرير احسن. هتسندي عليا. تعالي تعالي. مش قادره. قومي شيلني شيلني. لا 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 ما تخسي ما تخسي. قومي. مش ايوه سندي عليا. سلامتك الف سلام الف سلام. اشربي حاجه من ورايا ولا ايه؟ عارفه ايه ده؟ اللي جرالي؟ ان شاء الله تبقى كويسه. تبقى زي الفل كمان. فهيم فهيمة. الله الله حلو قوي كده. صباح الخير يا حبيبتي. ماما ماما ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. قمت في ايه؟ ايه انت هتفضلي نايمه كل ده؟ ايه ده؟ امال فين ابوكي؟ ده قاعد تحت بيفطر. طب يلا يلا روحي جهزي انت واخواتك للمدرسه. صباح الخير. صباح النور. انت صحيت امتى؟ من حوالي ساعه كده. الله، امال ما صحيتنيش ليه؟ لقيتك رايحة في النوم صعبت عليا ما رضيتش اصحيكي فقمت من جنبك عشان عندي شغل بدري. طب قولي ايه اللي حصل امبارح؟ يعني مش عارفة. طب قفلي قفلي بقى عشان حليمة وبناتها نازلين. صباح
صباح الخير يا حجي. صباح الفل. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا روح قلبي. صباح الفل والورد والياسمين. يلا بقى اقعدوا افطروا معانا كده عشان تفتحوا نفسنا على الفطار. امال فين بناتك يا فهيمه؟ فوق. لا لا اطلعي تقوم افطروا هيتاخروا على المدرسه كده. من عينيا. انت ليش فايق بكير يا حجي؟ انا لقيتك نايمه صعبت عليا صحيكي فقمت من جنبك علشان عندي شغل بدري. ليش صار مبالي؟ يعني مش عارفة؟ والله ما عندي خبر. بس بقفل الموضوع ده ما يصحش البنات يسمعونا. وين زهرة؟ شو لساتها نايمة؟ زهرة والله ما انا عارف. يمكن تكون نايمة. يغرب عقلك يا زهرة. عملتي فيهم كده ليه؟ حرام عليكي. حرام عليا ليه؟ طب والله العظيم انا عملت فيهم معروف. كل واحدة فيهم عايزة الحاج يبات معاها ليلة. هو بقى مش موافق. قال ايه؟ شهر العسل لسه مخلصي. شهر العسل لسه مخلصي؟ امال اللي انت قعدته في السعودية كان ايه؟ كان بيكفر عن ذنوبه. ذنوبه؟ والله العظيم هو قال لي كده.